اكدت عائله الصالح وقوفها خلف قياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وجددت العائلة ولاءها المطلق والراسخ ووقوفها صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك المفدى معربة عن تأييدها التام لكل ما تتخذه مملكة البحرين من اجراءات ردا على المحاولات المغرضة التي تتبناها قطر لتقويض الوحدة الوطنية واستهداف امنها الاجتماعي.